عودي معكم للمتابعة مع خبيرة التجميل ليليان نجم. اليوم موضوعنا رح بيكون عن التاتو وكل التفاصيل اللي حواليه. طبعا بس نحكي عن التاتو مع خبيرة التجميل يكون قصدنا الحواجب والكونتور. صح. كونتور بسموه ليب لاينر. صباح خير ليليان. صباح النور. أطحن بارك. وأطحن بارك لكل المشاهدين يا رب. يعني خلينا بس بينعملوا بهالمكانين بس وقت نحكي تاتو عند السيدات بس هون؟ لا هلا أكيد الست بتحب تعمل يمكن على جسمها، بس أنا كشغلي أنا نعم. بعمل بس لل يعني كل شيء بيختص بالوجه أيلاينر. نعم. تاتو أو حواجب. أيلاينر كمان. أو ليب كونتورينج أو الفيلر تبع الشفايف. شو اللي بيغني التاتو يعني السيدة بس تعمله ويكون بيرمننت هالقد، عن شو بيغنيها من قصص يومية تعملها بالميك اب؟ هلا بالنسبة للحواجب في ستات مثلا حواجبهم كتير مش عباية، بحبوا يملون أكتر. نعم. يلي بتحب يضل شفافها مثلا ملونين كمان من بالتاتو بيضلون ملونين كل الوقت. نعم. هيدا اللي بيفرق. والايلاينر هي محل والايلاينر كمان بيضل الايلاينر مرسوم على وجهك. وهيدا شيء بيرمننت مدى الحياة؟ هيدا بيرمننت مدى الحياة، بس اكيد كل سنة بده يتجدد، والا نعم بس يصير يخف بيصير لونه بيبوخ اللون بيبطل حلو. نعم. هل التاتو هو موضة ولا هو شغلة لا معتمد حسب شكل شكل التاتو السنة. يا جوزيف ابدا ما انه موضه. لا. لانه التاتو ما انه مثل الميك اب، يعني في حال عملت تاتو ما طلع حلو ما بينشال بسهوله. لا. مش مثل المكياج فينا نغسل وجهنا، مشان هيك اللي كتير بحاجه انها تعمل تاتو لازم تعمل تاتو تنقول الحواجب. لا. اذا حواجبها كتير مثلا قاشطين هيك لهون نحن بنشل الطرف ومنعلي لها اياه بالتاتو، عرفت؟ تشيلي للطرف يعني ليزر؟ لا بشيل للشعر. نعم. في عندنا ستات مثلا بيبقى حاجبها من الطبيعه بخلقتها هيك كثير قاشطين لهون. نعم. فهيدا الموديل اللي بيكون قاشط لهون بيقشط كثير العين. منشيل الشعر ومنعلي الحاجب، بس اذا الست منا بحاجه ابدا يعني عندها حاجب حلو لو ما كان كتير سميك فيها هي ترسمه بالقلم أو بالآي شادو، ما كتير تروح للتاتو. يعني أنا بشتغل تاتو بس ما كتير بحبز إنه إذا منا كتير بحاجة تعمل تاتو. من شو مصنوعة مادة التاتو؟ مادة التاتو من بيجمنت، هي تصبغات يعني بنشتغل عليها بنفوتها بالإبرة حبر وبيقعد بقلب الجلد. هل في بهالمادة أي ردة فعل سلبية لوجه السيدة؟ لأنه نسمع أوقات في سيدات بيعملوا تاتو ومع التاتو بيعملوا ايرباس. هون بنرجع اذا هي السيده عندها استعداد دائما لتعمل ايرباس التاتو بحركها، لانه بمجرد عم نمرق الابره على الجلده بنكون عم نوعي هيدا الفيروس. نعم. مشان هيك بيطلع. مشان هيك انا دائما بسال الست اذا انت عندك استعداد تعملي ايرباس قبل التاتو لازم بعشرة ايام تاخد حبوب. نعم. مش كريم، حبوب خصوصي للايرباس. نعم. من بعد العشرة ايام من عمل التاتو من بعدها كمان بدها تكفي الحبوب. ليش جوزيف؟ لانه بس يطلع الايرباس على التم بيمحي اللون اللي نحن عملناه. أيوة. يعني كل شيء اشتغلناه بيكون بس ما دخلوا بالماده اللي عم يستعملوها يعني ما خاصه بالماده. ممكن اوقات اذا ما بيكون التاتو جوزيف بده كتير نظافه بالشغل تبعه. نعم. يعني الابره ما تستعمل كذا ست، الابره تنكب. نعم. البيجمنت ينحط لحاله مش ينشيله من القنينه ونستعمل. أيوة. لانه بيصير في عدوى يعني. أوكي. يعني بده يكون في كتير نظافه. ممكن تنعدى من التاتو اذا الميك اب ارتست منه كتير منظف. نعم. العده تبعيته يعني. هل اذا في اخطاء بتنفيذ التاتو على الوجه يعني كان بالحاجب بالايلاينر او الشفاف هل سهل تصليحه؟ هل سهل؟ ابدا مش سهل يا جوزيف ابدا ابدا. مشان هيك انا كتير بقول يلي بدها تعمل تاتو ما دغري تروح مثلا انا بدي روح اعمل بدي اعرض حواجبي كتير. بتروح بتعرض حواجبها كتير. طب ما التاتو جوزيف دايما لازم ينرسم. نعم. بالقلم قبل ما يبلش ندقه بالحبر. يعني منرسمه بالقلم إن كان حواجب أو التم منرسم منشوف الشيب في له قياسات معينة كمان. نعم.
وبيندق مثل ما هو، يعني ما فينا الست تجي لعنا دغري نمسك اباري تاتو ونبلش ندق. ايه لانه نشوف بدنا نشوف الشكل قبل. نعم. وشو بيلبق وشو ما بيلبق. شو الاخطاء اللي ممكن ترتكب؟ الاخطاء اللي ممكن ترتكب انه اللون مثلا ما يكون ظابط على لون وجه. مثلا بشوف انا ستات شقر، نعم، عاملين لون تاتو اسود غامق او بني غامق. نعم. لا، اللون كتير مهم للست. نعم. شو يلبق لها. وبحياته الواحد ما يستعمل للحواجب لو شعره أسود. نعم. الست ما ينحط لها الحبر أسود، في درجات بالبني بينحط بني غامق بس أبدا. يعني ممكن درجة واحدة تقدر تأثر على الشكل أكيد. يعني الست الشقرة بدها تعمل أفتح لون بني، يعني مش حلو. حتى لو مش عاملة تاتو، أنا دايما بنصح الست إذا هي شعرها أشقر. نعم. وهي بطبيعتها حواجبها غامقين لون أسود، بقول لها أنا صبغيهم. نعم. يعني عند الحلاق صبغيهم، فتحيهم لما يكون فيها القطش بين شعرك وحواجبك. إذا صار الخطأ كيف يتصلح؟ بالليزر؟ في كتير طرق لتصليح التاتو، بس ولا طريقة. نعم. بتشلك التاتو 100%. يعني نعم. الليزر بيخفف ما بيشيل. في مواد أسيد بتنحط كمان، بس كمان ما بتشيل، وهيدي بنكون عم نهر جلدي. تخيل في ستات قد ما كتير عندهم تشوهات بالتاتو، تنقول بالحواجب، بيلجأوا لعملية. يعني بيقصوا شقفة من اللحم. نعم. تنكب هيدي المعملة تاتو، بيرجع الحكيم بيقطبها. يعني صارت القصص متطورة جدا، انه مثلا اذا في خطأ بالحاجب. نعم. بتعمل عملية وبيرجع بيقطبها. بعده مرغوب التاتو بين شفاف الايلاينر والهيدا؟ مش قد قبل. نعم. وخصوصي تاتو تم مثلا، انا بتجي الست بتقلي انا بدي كبر شفافي بالتاتو. نعم. هذا الشيء كتير منه محبذ، لأنه يلي شفيفة كتير رقاق كبرني لشفيفة بالتاتو، وبدنا نعبيهم أكيد. يعني بدي يكون في فراغ بين البلاينر اللي كبرنا. نعم. فيه وبين شفتها، بدنا نعبي باللون. التعبية اللون بتخفي كتير قبل الليب. نعم. لاينر. شو بيصير في عندها؟ بيصير في عندها مثل شوارب. صوت كبير التاتو. نعم. للشفاه منه محبذ. حابة تكبري شفافك، بتروحي نص إبرة فيلر بتكوني أخذت الفوليوم. بآخر الحلقة دايما معودتينا تعطي تيبس للسيدات، تفضلي. التيب اليوم كيف بدها الست تعرف شو قياس حاجبها، كيف. نعم. تاخد قياس حاجبها. كتير القصة هينة، بقلم أو ببراش عندها إياها. تتعرفي وين لازم ينتهي حاجبك، بتحطي القلم على طرف على كعب منخارك وعلى طرف عينك، وكل شيء من بعد الألم إذا عندك شعر بتشيليه. يعني قياس الحاجب لازم يكون لهون. بيرجع وين ببلش الحاجب، منحطه على أول المنخار وعلى أول العين، هون لازم يبلش حاجبنا. أيوه. وين لازم نشقل الحاجب، كمان منحطه على رأس المنخار على ببو العين آخره، وهون بتكون شقلة الحاجب. أعلى مطر. ايه، مشان هيك جوزيف بالتاتو في قياسات كتير بتتاخد. نعم. لنرسم التاتو بشكل يطلع كتير حلو. في خبزك الخباز لو أكل نصه بيقولوا. ثانك يو لك ليليان. ميرسي جوزيف. شوفك نكست ويك. نالرات.